للمرة الثانية نزور جامعة الكفيل. هذه الجامعة الكبيرة باسمها وتفاصيلها. اليوم حقيقة اطلعنا على تفاصيل أخرى أبهرتنا كثيرا، وقفنا عند كثير من التفاصيل التي تهم طلبتنا وتدريسين الأكارم. يعني كلمة حق في هذه الجامعة تقال أنها أحدى الجامعات الرصينة ذات السمعة الطيبة والمعروفة بين الجامعات العراقية. حقيقة جامعة متعاونة جدا وتمتلك من الطاقات البشرية والعلمية وأيضا الذكاء الصناعي ما يجعلنا حقيقة نمد يد التعاون فيما بيناتنا. ولذلك على هذا الأساس اليوم وقعنا مذكرة تفاهم إن شاء الله بين جامعة الكفيل والجامعة التكنولوجية، وكان للسيد رئيس الجامعة المحترم دكتور نورس وقفة طيبة معنا حقيقة في توقيعها في جامعة الكفيل للانطلاق حقيقة باتجاهات مختلفة تهم طلبتنا وباحثين الأكارم. نتأمل إن شاء الله أن تطبق بنود هذه الاتفاقية بالسرعة الممكنة باتفاق الطرفين إن شاء الله، وستكون الخطوات القادمة خطوات أكبر إن شاء الله في المستقبل القريب. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.